الفيلم اللي اتعمل له حضور قوي جدا جماهيريا وعلى بتاع مستوى الممر. النقاد، فيلم الممر، اخراج شريف عرفة، انتاج شركة الماس للانتاج الفني هشام عبد الخالق، وتسلم الجائزة الشهادة المخرج السينمائي الاستاذ اشرف فايق. فليتفضل استاذ اشرف. نيابة عن اسرة الفيلم بصفته صديق. الفيلم التالي فيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة سنيرجي للإنتاج الفني تامر مرسي، وتسلم الجائزة الشهادة الأستاذة نريمان مطاوع. فلتتفضل أستاذة نريمان، موجودة، تفضل. طبعا بعتبره فيلم كريم عبد العزيز برضو استاذ عمر. هو يمثل ولا يتعلم؟ هو يمثل هو يسلم. كريم عبد العزيز، كريم محمد. الجزء الثاني عودة أسود الأرض، إخراج طارق العريان، إنتاج شركة راو انترتينمنت لإنتاج الفني طارق العريان، الطاهر ميديا برودكشن، شركة سينيرجي فيلمز تامر مرسي، وتسلم الجائزة الأستاذ رامي المتولي. أستاذ رامي. لا مش هقول لك. ما فيش سينما بدل. شكرا، أشكرك. أشكرك. أوكي. شكرا.